بسم الله. اول ما بفتح البرنامج بنلاقي بروجكت وفاميليز. البروجكت بلاقي اوبن ونيو، وبعد كده في عدد من التمبليت. طيب الاوبن بلاقي ان هو مديني اختيارات ار في دي او ار اف اي او اي دي اس كي او ار تي. الار في دي ده امتداد خاص بالمشروع، كل مشروع بيبقى الامتداد بتاعه ار في دي، له اختصار كلمه ريفت بس شايل الحروف المتحركه، وده اللي بتعمل فيه الشغل كله. وتقدر تحوله لملف يكون فيه ورك سيت ويكون سنترال وفيه منه لوكال، فده ملف الشغل بتاعي. ار اف اي ده خاص بالفاميلي، يكون انت مثلا عامل باب او شباك او اي حاجه واخد امتداد ار اف اي. ار اف اي ده اختصار للدي فاميلي. في امتداد خاص بالتبادل بين البرامج اسمه اي دي سي كي، اختصار اوتو ديسك. في امتداد خاص بالتمبليت ار تي اي. امتداد التمبليت هو ايه؟ هو ملف فاضي ما فيهوش شغل بس فيه الاعدادات مظبوطه، وده بيسهل علينا كتير جدا، بدل ما كل شويه نخش نعدل اليونت، نعدل الكتابات، نعدل الارتفاعات وهكذا، لا بنلاقي كل حاجه جاهزه في التمبليت فايل. في امتداد كمان هتلاقي في الفاميلي اللي هو لو انت جيت تبدا ملف جديد هتلاقي اسمه RFT، ده اختصار الريفت تمبليت، الريفت فاميلي تمبليت. بدل ما تبدا الفاميلي من البدايه، لا هو بيديك بعض الاداه المساعده، وتختلف حسب الكاتيجوري بتاعت الفاميلي او حسب نوع الفاميلي. يعني لما تيجي تبدا فاميلي بتاعت وول هتلاقي حاطط لك الحيطه ومنتظر ان انت تبدا ترسم الباب، بيبدا يديك بعض الادوات المساعده اللي تخليك تبدا من نص الطريق مش من اول الطريق، بدل ما تقعد تضيع وقتك في ان انت ترسم بعض الحاجات، لا هو بيرسمها لك جاهزه. طيب لو جينا خدنا هنا نيو بروجكت، ده معناه ان انا هبدا مشروع جديد، فبدا ما ابدا من الصفر. لما اقول له نيو بروجكت بلاقي اختيار ان انا ابدا بنن. نن اول ما ابدا هتلاقي في مشاكل كتير، هيسالك اليونت ايه، امبريال ولا متريك، فهياخد منك وقت كتير عشان تقعد تعدي. فلذلك يفضل ان انت تختار تمبليت، تبدا من تمبليت. طيب هل ان انت تعمل تمبليت صعب؟ لا مش صعب خالص، سهل جدا ان انت تعمل تمبليت. بعد كده بتلاقي فيه اربع تمبليت موجودين، ممكن تلاقيهم اكتر، ممكن تلاقيهم اقل، ممكن ما تلاقيهمش خالص، مفيش مشكله. لو جيت في اوبشن هتلاقي حاجه اسمها فايل لوكيشن، هتلاقي التمبليت موجودين هنا، تقدر تضيف اي تمبليت انت عايزه، تختار التمبليت، تقدر تحط اسمه هنا، تقدر تختصر اسمه، تقدر تشيل اي واحد فيهم، مفيش اي مشكله خالص. فهنا دول التمبليت، وممكن اي تمبليت فيهم ينفع يبقى تاني، يعني ممكن تمسك تمبليت الاركتكشر تعدل فيه لحد ما يوصل استراكشر. يعني هي بعض الاعدادات مش حاجه ثابته، مش هما الاربع اختيارات دول، ممكن تعمل تمبليت زي ما انت عايز. طب ازاي اعمل تمبليت؟ اول حاجه بتعملها ان انت تفتح مشروع يكون كويس جدا وتبدا تعدل فيه وتلغي كل الشغل وتسيب بس الاعدادات. يعني خلينا نفتح مشروع وليكن مثلا المشروع اللي جاي مع البرنامج اي مشروع، خلينا نخش مثلا في ال اي مشروع عشوائي، مش لازم يكون في حاجة معينة. تمام، هقول له open ونسيب بس الاعدادات، لان بيختلف الحوايط من مشروع لمشروع. تمام، يعني مفيش مشروع هتلاقي فيه نفس مساحة الغرف ونفس الرسومات اللي موجودة في المشروع التاني. طيب اول حاجة بتعملها ان انت تلغي الشغل ده كله، لان مش هيجيلك مشروع تاني بنفس الشكل دوت. دلوقتي احنا مش عارفين ايه الليفيشن اللي هيبقى موجود. تمام، فبنلغي الليفيشن كله وبنسيب واحد او اتنين بس. اي حاجة اضافية تقدر تشيلها. الحاجة اللي انت حاسس ان انت مش هتستفيد منها شيلها. يعني السيرفيو ده انت ده شايف ان هو موجود في كل المشاريع ولا مش هتحتاجه؟ الليجنت، الاسكادولات، الاسكادول اللي انت عايزه سيبه لانه هيوفر معاك كتير. الشتات طبعا غالبا الشتات دي انت مش هتحتاجها، فبتلغي اللي انت مش عايزه وتسيب بس اللي انت عايزه.
يعني ممكن في عدد من الشتات مثلا بتحتاجهم في كل مشروع بتروح شيلها، وبعد كده بتدخل مثلا في الدور دوت بتشيل تلغي كل الحاجات ديت اللي انت عارف انها بتختلف من واحد لواحد. انت محتاج الشكل ده بس مش محتاج يكون موجود في المكان دوت. تتأكد ان انت لغيت كل الحيطان كل الرومز كل الحاجات دي على اساس ما تظهرش معاك انها موجودة، تمام؟ طيب بعد كده بتعمل ايه؟ بعد كده تدخل على قائمة مانج، هي دي اكتر قائمة بنشتغل عليها عشان نعمل التمبليت بتاعنا مظبوط. بتدخل تظبط المثاليات، تظبط الاوبجكت ستايل، تبدأ تظبط السنابس، البروجكت انفورميشن، يعني على سبيل المثال الاورجنايزيشن نيم لو انت هي ثابتة اكتبها، الديسكريبشن لو ثابتة اكتبها، البلندنج نيم لو انت شغال في نوع معين ثبته. يعني لو كل مشاريعك موجودة في مكان محدد خلاص بتحدد اللوكيشن بتاعك على المكان دوت. وبعد كده مثلا الشيرد بارامتر تبدأ توحد وتشوف ايه الشيرد بارامتر اللي عندك، جلوبال بارامتر لو عايز ان البروجكت ستاندرد، لو عايز تعمل بيرج عشان تتأكد ان حاجة، بس انا ما انصحش البيرج دي غير وانت مسلم المشروع. فلو انت عايز تعمل بيرج بتدوس هنا تقول تشيك نان، لازم تعمل تشيك نان قبل ما تفكر في اي حاجة. وبعد كده تشوف ايه الحاجة اللي انت مش هتستخدمها، يعني على سبيل المثال مثلا الكولوم هنا حاطط لك اربع انواع، هل انت الاربع انواع دول هتستخدمهم ولا في انواع مش هتستخدمها؟ لو انت في نوع مثلا الراوند ده متستخدموش خالص خلاص بتعلم عليه وتقول اوكي ده فرض ان انت مش هتستخدمه. لو في نوع انت واثق ان انت مش هتستخدمه تاني بتعلم عليه وتقول له اوكي يروح لاغي الفاميلي دي. والاحسن ان انت تيجي هنا في القسم الفاميلي وتبدا تشوف ايه الفاميلي اللي انت مش هتستخدمه وتلغيه. وبعد كده السيتنج بتاعتك البانل سكادوال والام اي بي سيتنج، وبعد كده تيجي بقى في الاعدادات اللي هنا الفيل باترن، ولو في باترن انت عايز تعملها تبدا تعمل لها كرييت من هنا، في فاميلي في باترن عايز تشيلها احذفها من هنا، في الماتيريال اسيت ده جزء خاص بالماتيريال تبدأ تضيف وتحذف زي ما انت عايز، تبدأ تقول له analysis display style تبدأ تشوف الستايل اللي انت عايز تجهزه، عندك sheet issue and revision لو انت في عندك اكتر من حاجة تقدر تضيفها، لو انت عايز تعمل line style، لو انت عايز تعمل line weight، line style بتقول له انا عايز مثلا اضيف line معين باسم معين ده هتحطه في اللاين، فتبدأ تختار له لون معين وتختار لما هيجي يتبع هيتبع بسمك قد ايه، واللاين باترن ده هيبقى قد ايه، وعندك اللاين ويت دي الاعداد دي المفروض تسيبها زي ما هي، اللي هي لو انت تطبع مثلا واحد لواحد واحد لعشرة واحد لعشرين هيبقى السمك بتاعه قد ايه، لما يكون هو مثلا واحد او اتنين او تلاتة السمك بتاعه ده المقابل ليه في الطباعة، ده كأن هو بيعمل نفس الاعدادات اللي موجودة في الاوتوكاد. سمك الطباعة يبقى عامل ازاي؟ يعني لو اخترت واحد وشغال على واحد لواحد غير لما يكون واحد لخمسة واحد لعشرة واحد لعشرين وهكذا. اللاين باتر تبقى تشوف اللاين باتر دي تقدر تعمل اي واحد فيهم اديت، هي عبارة عن داش وبعد كده القيمة بتاعتها المسافة بتاعتها قد ايه، وبعد كده سبيس مسافة قد ايه، تقدر تضيف مثلا دوت وتختار مش هتلاقي الفاليو وتختار مثلا السبيس وهكذا بحيث تعمل نوع من الخطوط جديدة. الإعدادات اللي هي انت بتستريح في شغل مع الستان سيتنج هتبقى عاملة ازاي، الكول اوت تاج تبدأ تختار الشكل بتاعه وتختار الريديس بتاعه قد ايه، السكشن تاج الاريا وشكل الاسهم، لما تيجي تعمل تاج او تعمل تكست في اسهم هي دي بقى الاسهم بقى بتقدر تتحكم فيها من هنا، التمبورر دايمنشن لو انت بدأت مسكت لأي حاجة هو بيعمل دايمنشن مؤقت فهو يعمله من سنتر لاين بتاع الحيطة ولا من الفيس ولا من سنتر اوف كور، ولو في باب بيعمله من نص الباب ولا من الاوبننج بتاعت الباب، الاسمبلي كود تبدأ تختار الملف اللي تاخد منه الاسمبلي كود.
طيب بعد ما عملت الاعداد دي كلها وخلصتها والحاجات دي كلها وتأكدت ان ده ينفع يبقى تمبليت، فبتعمل فايل سيف از تمبليت ار تي اوبشن، وتشوف بقى انت عايز كام باك اب وعايز يبقى سنتر ولا لا. لو تمبليت ما ينفعش تعمل سنتر، يعني لو انت فعلت موضوع سنترال يبقى مش هيسيف تمبليت، سيف بروجكت بس. الكومباكت فايل بيبدأ يضغط الملف اللي هنا بيشوف الصورة المصغرة، لو بتعمل عليه سيلكت ياخد أنهي صورة، أو اللي يشوف أكتف الفيو الحالي هو اللي يبدأ شغال، بس بتقول له ديسك توب وسيفه بقى بالاسم اللي أنت عايزه، مثلا AA سيف. بعد كده بتقفل المشروع خالص وتقول له نيو وتقول له براوس، وتبدأ تختار التمبليت بتاعك من هنا اللي هو الـ AA، وبعد كده تقول له اوبن فيبدأ يفتح معاك، وبتختار ان انت تفتحه كمشروع او بروجكت تمبليت بحيث ان انت تفتحه RTE وتبدأ تعدل عليه وبعد كده تسيف عليه تاني. يعني هنا تبدأ مشروع جديد، هنا لأعدل في الـ الخصائص بتاعته بحيث ان انا احسن الاعداد بتاعته. ففي العادي بنختار بروجكت وبعد كده افتح وابدا المشروع الجديد.